إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستنصره ونتوب إليه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا محمد عبده ورسوله وصفيه وخليله أرسله الله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون. اللهم صل عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. من يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ومن يعص الله ورسوله فقد خسر خسرانا مبينا. فلا يطوف الا نفسه ولا يطوف الله شيئا. اما بعد فيا ايها المسلمون اتقوا الله تعالى حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. ايها الناس هذا الموضوع ريتون او ريتفون وتاكيد تاكيد لموضوع الجمعه السالفه الذي كان عن التحذير من الاغترار بأهل الأهواء. هذا موضوعنا في الجمعة السالفة، التحذير من الاغترار بأهل الأهواء. وأصحاب الشبهات الذين يفسدون على الناس عقائدهم وما أكثرهم في زماننا ويشككونه في أمور دينه ويطفئون نور الإيمان في قلوبهم وينزعون حلاوته من شعورهم وهيبته من نفوسهم وقداسته من عقولهم. صحيح أن زماننا ماشي كالأزمنة الأخرى، قديما كان أصحاب الشبهات له مساجد يخطبون فيها ويعقدون فيها دروس العلم، وكانت له مدارس وكان له تلاميذ وكان هذا ما بقاش قرر. لكن الآن هذه الوسائل الحديثة، الإنسان في بيته وهو على كرسيه وهو يتحدث إلى ملايين الناس ويرسل إليهم شبهاته ويبث فيهم سمومه. الذين لا يعرفون والذين لا يحضرون والذين هم سذاج يعني باقين على الفطرة وصدور سليمة ويحسنون الظن بكل متحرق وبكل متكلم، هادو سرعان ما ينخدعون وسرعان ما يسقطون في شركهم وفي شباكهم. هؤلاء يشككون الناس في الدين وفي العقيدة ويسحرونهم بألسنتهم الخلابة، كيقولك عرف يهضر، ومقاويلهم الألسنة الكذابة وأساليبهم الجذابة. وهذا أشرنا كاين الشباب وكاين الناس اللي محصور على الثقافة، هادو بنصف الكلمة كيديرو ها كيديه، الناس اللي أمي وعاش على العقيدة ديال الآباء والأجداد هذا لا بطمع فيه، هذا ما عندك كيدير سدي من والو، هذا ثابت على عقيدته إن كانت حقا فهي حق وإن كان فيها ما فيها فهو عليها حتى يموت. لكن الشباب واللي عنده شيء من الثقافة هذا بنصف الكلمة، غير هو يلبس له نقطة ديال الضر وهو كيديه. وليس أضر على العامة من خطيب سوء، ماشي بالضرورة يكون فوق المنبر، لا الذي يخطب في جمع من
الجهول. ليس أبر على عامة الخاطئ بسوء بليغ منطق يشقق الكلام الشقيقة ويصرفه صرفا وينفذ أو يقدر على النفوذ إلى النفوس إلى نفوس المخاطبين والاستيلاء عليها والتأثير فيها بسطا وقبضا إبراما ورقضا. التأثير فيها ترغيبا وترهيبا تضغيطا وتحبيبا تحريكا وتسكينا. واحد حاجة كتكرها إلا بغير ربك كتحبها إلا ربك كتحبها. واحد حاجة العكس المهم يتلاعب بالنفوس. كلامه كلام قوي له قوة وله تأثير. وبهذا يقول صلى الله عليه وسلم إن من البيان لسحرا. البيان هو الكلام الفصيح. الإنسان كيعرف يتكلم والكلام ديالو كيكون متميز. إن من البيان لسحرا. وهذا الحديث متواتر روي عن عدد من الصحابة عائشة وأبي هريرة وعلي بن عمر وأنس بن مسعود وابن عباس وعمال بن ياسرين والبراء وأبي بكر وغيره. عدد من الصحابة روى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال هذا الحديث في مواضع وفي مواطن وفي مناسبات مختلفة. إن من البيان لسحرا. ومشي دائما الكلام اللي كيكون موزون ومتقول وفصيح وبليغ يكون دائما حقا ويكون دائما صدقا ويكون دائما فيه النصح ابدا. فالكلام الفصيح والبليغ يعمل في نفوس سامعيه العمل السحري في قلب الحقائق وإبراز الحق في صورة الباطل والباطل في صورة الحق وتحسين القبيح وتقبيح الحسن وفي الإفحام والإقناع والصرف عن شيء إلى شيء. الصرف عن شيء إلى شيء كتكون في جهة ويحولك لجهة. عندك قناعة يردك القناعة أخرى وهكذا. المهم الفكر ديالك يعبث به ويلعب به ويكلمه كيف شاء بفكرك وقلبك. ولذلك جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم ذم خطباء السوء البلغاء من أهل الباطل والأهواء والتحذير منهم وبيان خطورتهم وضرورتهم. بمعنى أن النبي صلى الله عليه وسلم ما خلاش الأمة ديالو غافلة بل نبهها على هذا الأمر وحذرها منه وقال لهم كونوا على حذر وغضوا بالكم. فروى الطبراني في الكبير عن عمران بن الحصين رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أخوف ما أخاف عليكم بعدي كل منافق عليم اللسان. النبي صلى الله عليه وسلم قال الصحابة إن أخوف ما أخاف عليكم بعدي. واحد خطر لماشي غيضرهم في الدنيا ولكن غيضرهم في الدين وفي العقيدة. كل منافق عليم اللسان. القلب ديالو لا يعلم به إلا الله أو لا يعلم ما فيه إلا الله. هو قلبه ممتلئ بالنفاق ومطمئن على النفاق ولكن له لسان. هذا اللسان الذي يحسن به الكلام يخدع به الأناء ويضلل به الخلق. وغالب المنافقين كيكون هكذا. الله تعالى يقول في المنافقين من أبرز صفاتهم وإذا رأيتهم
يعجبك أجسامه، هذاك ما تختار المظهر، هذاك ما تختار. وإن يقولوا تسمع لقوله، علاش تسمع لقوله؟ لأنك عارفو هضرو ومركزين على الكلام كيقول نطقو، فكلامه ينفذ إلى القلوب نفاسها، بحال هكا ضربك واحد السهم كيدخل المقتل النيشان. وإن يقولوا تسمع لقوله، النبي صلى الله عليه وسلم هنا كيقول الصحابة أخوف ما أخاف عليكم بعدي، كل منافق علي باللسان. ورواه ابن حبان بالأرض أخوف ما أخاف عليكم جدال منافق عليم اللسان. واحد حاجة انت دايرها في عقلك، ها هي هكذا، كيجي هو يقول لك معك خطأ، كيف انت على خطأ، كيف لا يجادلك فتكون حجته أقوى من حجتك. علاش؟ لأنه كيعرف يهضر انت ما تعرفش يتهضر، فيقلبك أو يشككك وينتقل للثاني وإلى الثالث وإلى الرابع، وهكذا جدال منافق عليم اللسان. رواه بزار بن عمرو حذرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم كل منافق عليم اللسان. وروى أبو يعلى عن عمر رضي الله عنه قال كنا نتحدث، الصحابة بيناتهم في زمان النبي ولا بعدهم، كنا نتحدث أن ما يهلك هذه الأمة كل منافق عليم اللسان. وروى الطبراني في الأوسط عن معاذ بن جبل رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إياكم وثلاثة، زلة عالم وجدال منافق ودنيا تقطع أعناقكم، إلى آخر الحديث. زلة عالم، العالم ماشي معصوم بحال النبي، النبي معصوم، ولكن العالم ممكن يدير شي خطأ، فلا تغتروا بزلته ولا تفتتنوا به ولا تتبعوه عليها. وثم المنافق اللي كيقول مجادل وعليم اللسان، وجدال منافق. وهكذا روي الحديث عن ابن عمر وابي الدرداء والسلمان رضي الله عنه. وروى الطبراني في اوصافه عن علي رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اني لا اخاف على امتي مؤمنا ولا مشركا، ان كان مؤمنا منعه ايمانه، وان كان مشركا منعه اشراكه. هذا النبي صلى الله عليه وسلم كيقول من ناحيه المؤمن ولا المشرك مهني انا من جهه امتي. المشرك الناس كيعرفوا المشرك كافر ما عندهم ما يدي منهم، والمؤمن معه من الايمان ما يمنعه من غش الامه ومن الحاق الضرر بها، هو مؤمن. بقى لنا هذا القسم الثاني اللي هو هذا المنافق اللي غير معروف، هذا يحمل الشر ويحمل السم، هذا هو اللي تؤتى الأمة من جهته ومن قبله، ولكن أخاف عليها منافقا عليم اللسان يقول ما تعرفون ويفعل ما تنكرون. ورواه ابن عبد البر عن عمر رضي الله عنه بلفظ ما أخاف على هذه الأمة من مؤمن ينهاه إيمانه ولا من فاسق بين فسقه، ولكن أخاف عليها رجلا قد قرأ القرآن حتى أزلفه بلسانه ثم تأوله على غير تأويله. الإنسان كيف يقرأ القرآن وكيدير له تفسير من عقله وكيخدم الضوء ديالو ويبدا يفسر ويشرح إلى آخره ويقرر الأحكام على مزاجه وعلى هواه. الناس مساكن اللي ما عرفوا والو ويشوفوا له قوة في الكلام ويتكلم بحماس ويرد على الأولين والآخرين والصادقين واللاحقين والأحياء والأموات، يقول هذا أعلم علماء الدنيا، فيفتح له سمعه وقلبه ويصغي إليه فيقتنع بما يقول فكثر من أتباع ديالو.
فهذه الأحاديث والآثار تحذر من الاضطرار بالأشرار الدولناء الأغرار. هو كي يتوهم أنه أعقل أهل الأرض وأذكاه، ولكن الحقيقة هي العكس. الذين يدعون أنهم في أفكارهم أحرار، أنت حر في الفكر ديالك، ما أنا حر في الفكر ديالك، أهضر في النبي ولا أهضر في نوح ولا أهضر في موسى ولا أهضر في عيسى ولا أهضر في القرآن ولا أهضر في الملائكة ولا أهضر في ربي، أنت حر في الفكر ديالك. هذا هو الفكر الحر. يدعون أنهم في أفكارهم أحرار ويزعمون أنهم أصحاب معارف وأسرار. فعلى المسلم أن يقتدي بالأخيار إن رغب في منازل الأبرار. إذا أنت كتطمع في الآخرة تكون من الناجين ومن المرضيين عند الله تعالى، اختار من تقتدي به، اختار من تأخذ عنه العلم ومن تأخذ عنه الدين ومن تتعلم منه ما ينفعك في دنياك وأخراك، وأن يأخذ دينه من عالم مشهود له بالرسوخ في العلم، مشهود له بالرسوخ في العلم. ولا الأتباع ديال هاد العلماء اللي معروفين وغاديين على السيرة ديالو وعلى المذهب ديالو، وكلهم من رسول الله ملتمسون غرفا من البحر أو رشفا من الديان. معروف هذا العالم بالصدق والصلاح والاستقامة والتقوى والورع والعفاف والحلم والحكمة وغير ذلك من الفضائل. وليحذر المسلم أن يحمله الفضول، والرغبة في الاكتشاف والاطلاع. كاين شي حاجة خصك تعرفها شنو تما، ما كتكونش عندك النية ديال أنك غادي تقتنع، ولكن أنت لا تدري، أنت تتشرب ديك الأفكار، تتسرب تسلل إلى قلبك وقلبك يتشرب، ما كتفهم براسك، كتصير راسك اللي كان ليحذر أن يحمله الفضول والرغبة في الاكتشاف والاطلاع على الحرص على الاستماع، فإن الشبهات خطافة والطباع سراقة والقلوب ضعيفة. ومن مكن صاحب هوى من سمعه، عطيت ودك وبقى يتكلم حتى عيا حتى الشعر وحتى قال الذي أراد أن يقول. من مكن صاحب هوى من سمعه وفتح له قلبه ليفرغ فيه باطله وبهرجه وينفث فيه كذبه وزوره ويبث فيه السفه فلا يلومن الا نفسه، ولا يغترن بذكائه. ما تقولش انا راني ذكي ومعقل ولست ممن يعبد به او لست ممن يخدع او لست ممن لا ترتكش في راسك ولا تغترش بالذكاء ديالك. فإن المطيرين أذكى منهم أنها وأبرار بالمخادعة والمكايدة والمخاتلة والمراودة. روى الخطيب البغدادي في كتاب الكفاية عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: يا ابن عمر، دينك هنا تمسك بالدين ديالك وحضي الدين ديالك وحرص عليه واحميه، دينك إنما هو لحمك ودمك، فانظر عمن تأخذ. هذا بزمان الصحابة والنبي اللي كيقول هذا الكلام، فانظر عمن تأخذ، خذ عن الذين استقاموا ولا تأخذ عن الذين مالوا. وروى أيضا
الجامع عن إبراهيم نخعقا كانوا إذا أتوا الرجل هادو الزمان الأول زمان التابعين ولا كانوا ميبغيو شي واحد يمشيو يقراو عليه ولا يستافدو منه ولا يتعلمو ماشي كيمشيو عليهم هابطين كيديروا الميزان كانوا إذا أتوا الرجل ليأخذوا عنه نظروا إلى سبته الهيئة ديالو والمظهر ديالو أولا وإلى صلاته العبادة ديالو وإلى حاله السيرة ديالو عموما من رحمة وصدق وتواضع وزيد 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 المهم حتى كيوزوه ويدوزوه في الاختبار ويصيبوه إنسان بالتعبير العصري مثالي جدير بأن يؤخذ عنه وجدير بأن يقتدى به ذاك الساعة يسلمون إليه أزمة أنفسهم ليتعلموا منه ثم يأخذون عنه فالدين الدين أخطر من أن يؤخذ من المجاهيل أو السفهاء أو المفتونين أو المتهوبين هذا الإنسان يخدم عقله هذا دين كنتعامل به مع ربي والمصير ديال الآخرة متوقف على هذا الدين فهو أخطر من أن تأخذه من رجل مجهول يا الله يا الله يا الله فيش أتن حتى أصبح معنا كهضرنا القناة ديالو ولا خرج لنا واحد الكتاب لا يعرف له ماضي ما كيتعرفوا العلماء اللي قرا عليهم ما كيتعرفوا العلماء اللي زكاوه وبناوه وكبروه ما كتعرف المدرسة اللي خرجاته ما كتعرف البلاد اللي لبت فيها حتى خرج هكا بدا كيتكلم انسان دارج والكتاب اللي يستمع اليه واتبع هذا لا يعني الدين اخطر من ان يؤخذ من المجاهيل او من السفهاء او من الناس المفتونين اللي حتى هو ما مقتنع شيء وما عنده شيء وحد يقين وقسم متدريب وكون هذا العرب هذو الدين اخطر من ان يؤخذ من هؤلاء وامثاله فتحروا تحروا رحمكم الله الفضلاء وتوقوا الجهلاء يستقيم امركم ويصلح حالكم وتصح ديانتكم وتسلب قلوبكم من الشبهات وجميع الآفات أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم الأموات والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين وبه استعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم والصلاة والسلام على الصادق الأمين وعلى آله وصحابته أجمعين أيها المسلمون مما يجب على المسلم أن يتقيه مجادلة أهل الباطل ومجالسة أهل الأهواء ضمن مخلل بدينك وحرصا لدينك وصيانة لدينك ستحميه بهذا ألا تجادل أهل الباطل علاش لأنهم يعرفون ما لا تعرف هو هذه الخدمة ديالو هو لا يقرأ بنية أن ينتفع يقرأ ليل ونهار بنية أن يجد شبهة فالقراءة ديالو كلها لجمع الشبهات جوج ثلاثة أربعة خمسة عشر سنين ديال القراءة كيكون خرج لك ألف شبهة حافظها في عقلك أنت ديك الشبهات اللي كتكون كتقرا ولا كتستمع كتخطاها ما ديرهاش في عقلك كتدي غير ما ينفعوك نهار اللي تقابل أنت وياه وتجادلوا إذا لم تكن عالما متحققا متمكنا كيهزمك في أول جولة وكتصبح أنت ضعيف وهو قوي وكتصبح أنت على الباطل وهو على الحق فلذلك صيانة للدين وللعقيدة الإنسان من الأول يحترسه فإن ذلك مظنة افتتانه ومئنة ضلاله
روى الآجري إمام الأئمة المسلمين، روى الآجري عن معن بن عيسى، وهذا كلام، هذا كلام، هذا هو واخا كلام رجل ولكن يستحق أن كتسموه بالماء ديال الذهب، كيعطينا واحد الأصل كبير نتمشاو عليه. معن بن عيسى من تلاميذ الإمام مالك وأصحابه، يروي عنه أنه قال: انصرف مالك بن أنس يوما من المسجد وهو متكئ على يدي. مالك بن أنس رضي الله عنه، سيدنا الإمام مالك كيدير الدرس ديالو في المسجد، كمل تما غادي للدار ديالو متكي على واحد صاحبه كيلحق بهم واحد واحد من أهل الباطل يقال له أبو الجويرية، كان ينتحر بالإرجاء، عنده واحد الانحراف في الفكر ديالو، وعنده شبهات في قلبه مقلقاه ما كيرتاح، لا فيما شخص يتجادل مع شي واحد يبقى هو وياه فيما مشى ما يهني حال. راح الإمام مالك جلس في الدرس ديالو عاد كمل تم غادي والآخر: يا أبا عبد الله، يا أبا عبد الله انتظرني. قال له: خير إن شاء الله. قال له: اسمع مني شيئا أعلمك به وأحاجك وأخبرك بالطيب. قال له: اسمع، غادي نقول لك واحد الكلام ونجاد أنا ويا فيه ونناقش ونتحاور ونقول الرأي ديالي وداك الساعة تحكم. الإمام مالك ما كانش عنده العلم وحده، عنده العلم والعقل والحكمة. قال له: فإن غلبتني جادلنا أنا ويا بغلب. قال له: اتبع ثاني. قال له: فإن غلبته. قال له: اتبعته. قال له: فإن جاء رجل آخر غلبنا. قال له: اتبعناه. شوف الإمام مالك فين مشى. إذا أنا ويا الجادل إلا غلبني، إلا غلبني نتبعك، وإلا غلبتك تبعني. جاء ثالث غلبنا بجوج تبعناه، جاء رابع غلبنا بثلاثة تبعناه، جاء خامس غلبنا تبعناه، جاء إذا عمرنا ما استقروا على شي رأي ولا على شي دين ولا على شي مذهب، عمرنا ما نطقوا الجذور ديالنا ولا استقروا أبدا. قالوا: يا عبد الله، يا عبد الله، بعث الله عز وجل محمدا صلى الله عليه وسلم بدين واحد وأراك تنتقل من دين إلى دين، شحال من دين في الدنيا. قال عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه: من جعل دينه غرضا للخصومات أكثر الترقم. سيدنا عمر بن عبد العزيز كان عالم كبير، قال: من جعل دينه غرضا هدف للخصومات كيتجادل في الدين ويتجادل مع هذا ومع هذا وفي هذا البلية، قال لك أكثر التنقل. عمرك ما تثبت عليك، عندك المذاهب كلها كتدوز فيها، مئة مذهب في الدنيا غتكون دوز في هذه المئة مذهب كلها، وحتى شي مذهب ما صرت فيه راحتك، كتصيب اللي يزعجك عنه وكتصيب اللي يطيرك منه. المجادلات شنو ترى؟ كتاخذ العلم عن العلماء الربانيين اهل الخير واهل السرق واهل القبض، وراهم معروفون. السيد مشى يقرا في واحد المدرسه علميه معترف بها معروفه، قرا فيها 20 ولا 30 عام، ومن نهار اللي عرفوه الناس وهو كيقري وهو الى اخره بعدا ندي منه العلم. هذا صافي. كاين واحد عمرنا ما شفناه تبان علينا ونمشيو نتعلموا منه، هذا الانسان يغرر بنفسه ويغامر. لا تغترن بزخرف القول معاشر الشباب، الشباب بالخصوص، رانا حنا كنعرفوا واش نقولوا. الالحاد ينتشر بسرعه، وإلا ما كانش الالحاد الكامل جر الله، راه كاين شي اساسيات في الدين صح الشباب ينكرونها. لا تغترن بزخرف القول، ماشي كل من عرف يتكلم راه على الحق. دعاة الباطل متوفرون في زماننا، احضروا القنوات، العلم ما كيتاخرش في الفيسبوك ولا من اليوتيوب، اللي بغى يتعلم كاين علماء معروفون،
هاي العلماء معروفون يوم القيامة إلى وكالة الله تعالى بدين فاسد ولا عقيدة فاسدة ما يكون الله تعالى منك نصفا ولا عدلا. لا يعنيك أعطاك الله تعالى عقل في الدنيا وقدم لك التنبيه والتحذير حطرك حطرك. فاللهم إنا نسألك العصمة فاللهم إنا نسألك الحفظ والستر فاللهم إنا نسألك الثبات اللهم إنا نعوذ بك من فتنة الضالين المضلين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الكافرين اللهم احفظ علينا ديننا وعقيدتنا واحفظ علينا قلوبنا وعقولنا اللهم لا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تفتنا في ديننا حتى نلقاك ونحن سالمون آمنون مطمئنون موقنون اللهم ثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة اللهم من أراد بالإسلام والمسلمين سوءا فرد كيده في نحره اللهم من أراد بالإسلام والمسلمين سوءا فرد كيده في نحره اللهم خيب سعيهم وأبطل كيدهم وخيب أملهم يا أرحم الراحمين يا رب العالمين إنا نلتجئ إليك ونعوذ بجنابك ونلوذ بجلالك ونعتصم بحبلك ونتحصن بحصنك اللهم لا تخذلنا ولا تكلنا إلى أنفسنا ولا إلى أعدائنا يا أكرم مسؤول ويا خير ممول اللهم اغفر لآبائنا وأجدادنا وأشياخنا ولبلغ الحق علينا ولعامة المسلمين أجمعين في مشارق الأرض ومغاربها اللهم احفظ المسلمين في كل مكان وانصر المجاهدين في كل مكان اللهم احرصوا بعينك التي لا تنام وكلفهم بكنفك الذي لا يرى اللهم كن معهم بعونك وبرعايتك وعنايتك وولايتك اللهم انصرهم على أعدائهم اللهم انصر النصر الدين واخذل من خذل المسلمين واجعل كلمتك هي العليا إلى يوم الدين سألك اللهم أن تولي العناية والهداية والتوفيق والسداد والثبات أمير المؤمنين جلالة الملك محمد السادس اللهم وفقه لما تحب وترضى اللهم وفقه له مهيرا ونصيرا ومعينا وظهيرا اللهم وكن له شافيا ومعافيا أقر عينه بولي عهده الأمير المولى الحسن وأثبت نبات حسنة ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار مرضى المسلمين اللهم اشفهم بشفائك اللهم أنزل عليهم رضاك وأنزل عليهم عافيتك اللهم عافيهم اللهم اكفهم ما أهمهم اللهم فرح قلوبهم وأدخل السرور على قلوبهم وقلوب أهلهم بشفائهم وعافيتهم وراحتهم يا أرحم الراحمين يا رب العالمين اللهم أدم علينا عافيتنا اللهم اشفنا وعافنا اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا أبدا ما أحييتنا ما أبقيتنا إنك على ما تشاء قدير وبالإجابة جدير المحسنين الذين يحسنون في الخفاء أو في العلن إحسانا خاصا أو إحسانا عاما اللهم جزيهم خيرا واشكر سعيهم واجعل عملهم عملا متقبلا مبرورا واجعل سعيهم سعيا مشكورا أبناء المسلمين تلاميذ امتحانات هذه الأيام اللهم وفقهم لكل خير اللهم إنا نسألك أن توفقهم وتفتح بصائرهم وتنور سرائرهم وتفرحهم وتفرح أهله وذويهم بنجاحهم اللهم ارزقهم الفلاح والنجاح والصلاح واجعلهم خير خلف لخير سلف اللهم اجعلهم خير خلفين لخير سلفين كلهم وليهم ونصيرا ومعين وظهيرا أساتذتهم والمشرفين عليهم اللهم اجزهم خيرا على جهدهم
وعلى اجتهادهم وعلى تعبهم. اللهم احفظنا جميعا كبارا وصغارا من بين ايدينا ومن خلفنا وعن ايماننا وعن شمائلنا. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد كما صليت على سيدنا ابراهيم وعلى ال سيدنا ابراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد كما باركت على سيدنا ابراهيم وعلى ال سيدنا ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد. وارض الله عن خلفائه الراشدين وعن سائر الصحابه اجمعين وعن الزوجات الطيبات الطاهرات امهات المؤمنين. سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.